ايه شعورك لما سمعتي او قريتي في الجرايد عن احاله امينه رزق على المعاش؟ طبعا دي مساله مضحكه ومحزنه في نفس الوقت، لان ما حدش في الوجود يقدر يحيل الفنان للمعاش. انا رايي ان السيده امينه رزق شابه اكثر بكثير جدا من كثيرات من الشابات الحاليات في الوسط الفني. يا سلام، حلو حقيقي والله. انا مش بقول الكلام ده مجامله ولا احنا عشان بنتكلم في سيرتها يعني في الحلقه بتاعتها وكده، لكن ده كلام انا مؤمنه بيه جدا، لانه انا بعتبر انه الشباب هو روح وليس عمر او سن. تمام. انا بحس في عينيها، بتعبير بلدي يمكن غريب شويه بقوله، تفضلي، ان عينيها جديده مش عينين قديمه. يعني ساعات ابص مثلا لعينين شاب الاقي عينين مطفيه كده، وزي ما يكون قديمه، عينين قديمه منكسره. او ما شاء الله، يعني ببص في عينين الست امينه رزق بحس انها عينين جديده، زي ما يكون بنت عندها 16 سنه لسه، حلو، ما عملتش اي شيء في حياتها. ده دليل على ان حقيقي روحها ما عجزتش ابدا ومش ممكن هتعجز. حينما سمعت امينه رزق باحالتها الى المعاش، ماذا كان موقف سميحة أيوب كإنسان؟ أنا كإنسانة، مش بالنسبة للست أمينة بس، بالنسبة لأي فنان، الفن ده حياة إنسانية من سن الطفولة. يعني أنت في السينما بتلاقي طفل، في المسرح بتلاقي طفل، إلى الرجل العجوز اللي عنده 90 وممكن يكون فات 100. نعم. أنت بتاخده في الحياة الإنسانية، محتاجه في الحياة الإنسانية. هل لما يوصل للستين خلاص يبقى غير نافع وما تطلعش بعد الستين يبقى يحال على المعاش؟ أنا بيخيل لي إن الفنان لا يحال على المعاش حتى وظيفيا، لأن هو شغلته إن هو يعطي في كل سن، يعطي. فده نوع من الإجحاف ونوع من الإحباط للفنان، ومعناه إن أنا شفت فنانة معينة، مش الست أمينة، الست أمينة عندها زي ما قلت لك شعلة الفن، حتة إحالة على المعاش دي هي أكبر منها كتير، وفي فنانين تانيين أكبر من الموقف ده وعبروه. لكن أنا شفت فنانة كنا دايما بنقول إن هي شابة وصغيرة، وحتى بعد ساعات نقول إيه دي أصغر مننا كلنا، وإحنا كنا لسه طالعين من المعهد متخرجين جداد، كنا عيال شوية كده ولساننا طويل شوية. هذه السيدة بعد إحالتها على المعاش شفتها بعدها بشهرين، لقيت كهل، سنانها وقعت. وبقت مش قادرة تمشي والناس بتسندها. إذن المسألة الإحالة على المعاش شيء نفسي بحت، ما هوش المسألة أنك توصل للسن ده ومش نافع. يمكن في الأزمان القديمة إن ما كانش فيه لا أدوية ولا كان فيه فيتامينات ولا كان فيه أي حاجة من دي، فكان عمر الإنسان يوم ما يوصل لـ40 يبقى يقول لك إيه ده رضا. لكن دلوقتي الإنسان بيبدأ يعرف الحياة من سن الـ40. تمام. يبدأ يستريح، يشوف، يتزود، بيفضل يتعلم لغاية ما يموت. طب وإيه رأيك بقى؟ بعد ما خرجت بشتغل أكتر مما كنت في المسرح، وبقوا يطلبوني بالقطعة، وبقوا يدوني فلوس زيادة، يعني كنت حوفر لهم للدولة حاجات كتيرة جدا، المرتب الإضافي والحاجات دي كلها. صح. يعني ما بس بيقول لك بقى القانون لازم القانون، فإحنا ننفذ القانون رغم أنه مش طبيعي. لأن عايز أقول لك حاجة، عايز أقول لك القانون التوظيفي ده لا ينطبق على الفنان، لسبب، لأن الفنان عنده مجال كبير جدا، زي كنت ضربت لك مثلا من البداية، مجال واسع، مش قاعد، مش وظيفة كتابية. ده الفن محتاج للعجوز، محتاج للوحش، محتاج للتخين، محتاج للجميل، يعني مجالنا واسع. بدل ما يجيبوا الشابة أو الشاب ويعملوا له تجعيز زي ما كنت أنا عملت في الفيلم الأولاني، موجودين على الطبيعة، إلا في حالة واحدة، إذا كان غير قادر على العطاء وصحته مش مساعدة، هنا في الحالة ديت الفنان يعتزل وكفايه كده. ما دام في تجاوب من الجمهور لسه للشخصيه وقادر على العطاء
وكده عنده مجاله، عنده ادواره، وبدليل ان انا هو مثلا في سني ده هو والحمد لله بعطي وبعطي كتير قوي في ادوار الامهات، وحاجه طبيعيه مش كده ولا ايه؟ مش احسن ما يجيبوا واحده شابه ويعجزوها؟ تمام. طيب تمام. يعني مجالنا احنا كفنان حكايه ان المعاش دي يتحال على المعاش دي بدعه، وما يجيبش ابدا ان يطبق قانون التوظيف على الفنانين والفنانات. انا معاكي 100%. عايز اغير الموضوع عشان خاطر واضح ان انت ولا يهمك انفعلتي. لا ما الحمد لله بعض. انت لما بيكون عندك فلوس بتشيليها في بنك ولا بتشيليها عندك في تحت البلاطه؟ لا بشيلها في البنك. طب امال ازاي سافرتي مره فرنسا ومعاكي كميه كبيره من الفرنكات وراحت عليكي؟ هي بس فرنسا. دي ده انا في كل بلد. اصلا انا لما كنا بنسافر رحلات وتفضل فلوس معايا ما بغيرهاش، او اللي اخليها دايما انت عارف فيه امل دائما. يتهيأ للواحد انه خلاص هيرجع يعاود الرحله دي تاني في اقرب وقت وحاجه زي كده، فتكيني الفلوس دي، فاقول ايه خلي الفلوس لما ابقى اسافر رحله تاني. فلوس من ايطاليا، فلوس من فرنسا، فلوس من الاردن، عندي فلوس من ليبيا باظت عليا للاسف كلها دلوقتي، فكل الفلوس دي باظت عليا وانتهت. كنت تسافر بيها اسافر بيها يطلع العمله اتغيرت؟ ده انا حصل لي فصل في ايطاليا. ده بقى اللي سايح كان مقلب. كان معايا ليرات قد كده وبدخله بقى ومليونيره بقى يا فندم، احسن من كل الممثلات، معايا فلوس. ورحت بكل بساطة لقيت واحد عربية فيها خوخ من الخوخ بتاع إيطاليا الجميل ده، تبص تلاقي الخوخة كده تجنن. فوقفت على العربية وبكل بساطة كده رحت شارية هاد ده وهاد ده وخلاص، ورحت نطلع على راته ومدياله بصلي كده لي مورتو. ايه يا عم مورتو؟ طلع واحدة تانية مورتو مورتو، لغاية ما طلعت له كل الفلوس اللي انا فاكرة نفسي مليونيرة، اتضح انه كلهم مورتو، كل العملة ما مورتو. والخوخ اللي نفسي فيه ما قدرتش اكله. فراح عليا، رحت للسفير بتاعنا سألتيه طبعا، قلت له الحقني ايه اللي مورتو مورتو مورتو؟ قال لي دي انتهت من زمان. قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي هاتيها هنا هوت وانا احاول ارجعها لك في البنك المركزي وبتاع حاجه. سبتها له. بعد 16 لقيت ظرف كبير جاي لي على مصر بذات نفس الليرات اللي عندي لغايه دلوقتي. بيقول بيقول لي اسف ما قبلش حتى البنك المركزي ياخدها. مرته مرته.